ايه خايف من ايه؟ اتفضل الموبايل اهو، ما تخافش خلاص، تلاعب انبسط. يلا حبيبي يلا. تفضل. شكرا ست سامية. تعيش. بسم الله عليك. بسم الله عليك يا حبيبي. المشكلة إن في أنواع كتير من المخدر بتقعد 10 ساعات. بس يعني لو ما فقتش خلال ساعتين إحنا لازم نوديها المستشفى. ربنا يستر. ربنا يستر يا أيمن بيه. إحنا ناس غلابة. ما نستاهلش أبداً اللي بيحصل لنا ده. والمسكينة دي حظها اسود على طول، طول عمرها الناس حطها في دماغها، محدش عايز يسيبها في حالها. أيمن بيه، سليم ومديحة هيطلعوا بعربيتهم، وانا وعمر هنستناك تغير هدومك وتيجي معانا. لا عفيني، انا هحرس التقفيصه. في يا معتز، هو انت هربان من الطار ليه؟ هربان من الطار عشان تتجوز وتخلف وانت حابس نفسك هنا مش عارف تلاقي اللي تتجوزها؟ وبعدين انت هربان من الطار ليه؟ عشان تعيش وانت خايف تعيش؟ روح انتوا انبسطوا، انا مرتاح كده. في ايه؟ مش عايز يجي معانا، خايف. قلتلك مش خايف، قلتلك انا مرتاح كده. اهو اديني خرجت، انا هعرس التقفيصه. انا تقفيصه يا معتز؟ التقفيصه يا عمر. مش عايزينك تحرسها يا معتز؟ لا ده واجب يا عمر. يا عم واحنا متنازلين عن الواجب ده؟ يا عمر لو سمحت بلاش هزار. انا كمان بتكلم بجد. لا اله الا الله محمد رسول الله، بكلمك بجد والله. تعال معانا يا ابني هتتبسط، ما تخافش، فك كده وانسى، كلنا هنتبسط مع بعض. لا يا عمر ما تخافش يا معتز. انا مش خايف، قلت هحرس التقفيص، هحرس التقفيص. سهرنا ولا بلحت؟ بلحت. طب معاك ستوف بقى مدام قاعدين؟ مفيش غير بلابيها. طب ما تيجي ننزل نسكور. مفيش فلوس. انت معاكي؟ اوكي. حسب انت عايزة بقد ايه؟ يكفينا. اتنين. الفين؟ طب شوف نمر كده معاه ايه فلوس. نمر؟ معك فلوس؟ أبيض. ما معهوش. وأنا ما معيش. لو أنت عارفة هو سألني في إيه؟ مش مهم، بجيب من الآخر وخلاص، ما معيش هاجي معاكوا في أي مصلحة. أنت معاكي كام؟ 900. خلاص، نجيب بيهم ونضرب أنا وأنت في الخباثة. هيعرفوا. ما هي الناحية هيعرفوا. محدش يتكلم لحد ما يجي. راحة فين؟ راحة تجيب الديب من بيلو. لا والنبي. ألو فريدة ازيك؟ الحمد لله.
فريدة، أنا كان الحقيقة كنت عايز أشوفك ضروري. لا هو في مشكلة صغيرة كده ومينفعش تستنى لبكرة. لا لا مش هينفع الحقيقة في التليفون خالص. طيب هو أنا ممكن أشوفك دلوقتي؟ أوكي. طب اديني العنوان بالوصف وانا هعرف اجي. عارفاه. اوكي يا حبيبتي اوكي يلا يلا باي باي. يلا بينا. على فين؟ حليت بطل. يلا بينا. مساء الخير يا فري. مساء النور يا سلمى. خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ لا ما تقلقيش مفيش حاجة. معلش يا سلمى، البنت اللي معايا روحت، تحبي تشربي ايه؟ لا يا حبيبتي ولا حاجة. انا هكلم معاكي شوية واروح، ما بقتش احب اتأخر، شكلي بيبقى مش حلو. صح برضو. قولي لي يا قمر عاوزاني في ايه؟ بصي يا اخي الحمد لله على السلامة. التقلب ده غفلة بقى. ازيك يا عم الخط؟ عرفتني. انت ممدوح يا عم. يا عم سلم ايدي ممدودة. اسلم كيف وكل واحد ماسك يد من يدي. سلم يا سيدي سلم. ما تزعلش. ازيك؟ ايه سليم فين؟ يا عميل مين هادي؟ اخش اجيب لك العلي من جوا؟ ما خلاص يا سكر يا ابونا ما خفيف. سلام وقول مربى العين. حاك علي. ايه الدنيا فيها ايه؟ الحمد لله الدنيا زي الفل. رانا لحد دلوقتي ظبط لنا 30 سفرين، وعلى فكره الناس اللي هنا من كل الفنادق اللي حوالينا رانا برضو مظبطه في سيطره يا باشا. طبعا. بقول لك ايه؟ الدنيا 9 عايزين نطلعوا رحله سفري غطس مع بعض. انت متاكد سفري؟ أيوة. غطس غطس سفري غطس يا حبيب. ده كده رحله بجد غطس حبيب. ادم بيه وجماعته. ايه يا معتز؟ بقول لك ايه؟ ايه يا معتز؟ تويني تويني. اتويك ايه يا معتز؟ انت جثه يا حبيبي. روح يا حبيبي عند الشوايه هناك. فين ارجع التقفيصه؟ تقفيصه ايه يا معتز؟ روح عند الشوايه ساعد الراجل. طب استنى استنى. احمي ظهري. احمي ظهرك ايه؟ احنا رايحين اقتحام. هات اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمر. الحمد لله على السلامة يا مدام. اهلا وسهلا. حلو قوي الكلام ده والجو ده حلو قوي. انجوي يا حبيبي انجوي. فين ساندي ومعتز ورانا؟ انا عارف هما فين. طب وديني. ممكن؟ اتفضل. احكم هنا شوية. تعالي يلا. اتفضلوا. ادم بيه. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا قائد؟ ازيك يا مديح؟ ازيك يا حبيب؟ ازيك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. سوري عامل ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. اتفضل يا ادم بيه اتفضل. احسن قعده يا ادم بيه. ده هو اللي عاملين الليله دي كلها. اتفضل يا باشا اتفضل. بس بصراحه هي مزه النهارده قوي. مزه. هاي عليكم بكلمتي على فكره. بطلي رخامه. تعالي وريني الامر. انا عارف انت بتقولي لها ايه. طب ما توديه.
هو انت طلبتي؟ طب يلا تعالي اهو هناك. اسكتي فرحانه باسمي. ما تسكتي لقيتي دي تلفيح وحش على فكره يا ستي. عجباني انت مالك موطي وشكل يا ستي. انا حر في وشي. شيليها وشي ولا وشي؟ هشيلها. لا ما تشيلهاش. اخوني بخوني. ايه ده يا معتزله؟ العب وكت. وانت ايه اللي خليكي تديها مبلغ زي ده وانت عارفه الباك جراوند ده كله؟ يا بنتي انا قلت خلاص طالما جاتني وهي واقعه في مشكله يبقى اساعدها عشان تقرب مني اكتر. وانت كنت عارفه كل ده من الاول ومصممه ما تقوليش لحد؟ معلش يا علي انا ما حبيتش اضايق حد فيكم، وبعدين دي حاجه موصيني عليها عمر وكان لازم ان انا اعملها. عمر نفسه ما كانش هيبقى مبسوط لما يحس ان انت بتتعاملي على اننا مش موجودين حتى لو كنتوا انفصلتوا. ما هو خلاص اهو انا كلمتك وقاعدين بنحل المشكله مع بعض. بعد ايه؟ بعد خرم ملطة. بطلي بقى. بصي سوري يا فيرو، بس البنت دي قلقاني ومجنناني ومستفزاني. هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ عارفه اول حاجه المفروض نوصل لها ايه؟ ايه؟ اياد صاحبها ده. مين ده؟ ومين اللي كانوا معاها في الشقه دول؟ بصي انا فاكره ان البنت هلا دي شفتها في عزراتي، يعني اكيد ان هم صحاب. خلاص يبقى اياد ده جاي عن طريق هلا دي. لا مش شرط. لا شرط، لان سلمى مستحيل كانت تعرف العيال دي او بتعمل اللي هي بتعمله ده ايام ما اخوها كان عايش. بس احنا خلينا دلوقتي في موضوع سلمى وملناش دعوه بصحابها التانية. احنا لو قدرنا نوصل لهالة وخوتناها من صحوبيتها لسلمى سواء هي ولا اللي معاها يبقى كده الموضوع خلص. طب وبعدين؟ كده مش هيقدروا يلعبوا في دماغها واحنا بناخد معاها اي خطوه. العيال دي لازم تخاف، لان اللي بتقوليه ده معناه ان سلمى ممكن تكون واقعه في جو رخيص، جو ضرب. جو ضرب؟ معناته ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم. ضرب 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 مخدرات. يا نهار اسوح، يعني سلمى ممكن تعمل كده؟ اه طبعا. 5000 جنيه ايه اللي افتكرت فجاه انها عايزاهم بكره الصبح؟ ايوه بس هي ما طلبتهمش مني كده مره واحده. حتى لو اهي امنت عليهم تاخدهم بقى على مره مرتين ثلاثه مش مشكله. المهم دلوقتي نجيب قرار هاله دي، انت من ناحيه وانا من ناحيه. ماشي احنا كده لازم نعمل خطه كويسه كده. نعمل ان شاء الله 60 خطه. ماشي ماشي يا مظبط. يا ستي تبقى مريم. مش حلوه. انت شايفه كده؟ انا احلى طبعا. انت احلى. شفتها معاك كتير قوي في التقفيصه. كنت عند الدايفنج سنتر. كنت عارف في الدايفنج سنتر. ايوه بس احنا والله العظيم صحاب. صحاب وبس. طب شوف هتشرب ايه. حاضر يا فندم. حاضر. ما تتاخرش. حالا حالا حضرتك تشربي ايه يا فندم؟ عندكم ايه؟ عندنا صوبيا وتمر وأورنج. صوبيا؟ ده مشهور مصري وتحفة. تجربي صوبيا لو سمحت. مين ده يا أرنب؟ ده واحد صاحبي. طب حبيبي تعالى نروح نستقبله عشان بداخل عليه. اوكي اتفضلي. ايه معقول مش هشرب حاجه؟ هو ما بيلك حد شرب حاجه. ادهم بكره على 10 بالليل ال 72 ساعه هيبقوا خلصوا وفوقيهم 2 ديز بروموشن. سيف اللي انت بتقوله ده ما يخلصش في شهر. وبعدين ما انا قلت لك البضاعه دي انساها، انا هعوضك. واللي انت عملته ما يحصلش في شغلنا خالص. بص يا ادهم
لما الأسد يهزر مع القرد يبقى بيلعب، لكن لما القرد يهزر مع الأسد يبقى بيزعل. ايه يا عم حديقة الحيوان اللي انت عايش فيها دي؟ وبعدين ما انا كلمتك اسف في التليفون وقلت لك البضاعة مش هينفع تقعد عندي اكتر من اسبوعين وان انا لازم اتصرف في فلوسها. انت ما قلتش انك هتتصرف في البضاعة؟ ايوه يا سيف، ما انا قلت لك ان انا مزنوق في فلوس، يعني كنت متصل استلف منك؟ ما انا ده اللي كنت متوقعه، ولما ما طلبتش قلت اكيد الراجل ده بيفضفض. استغربت جدا ادام انت معلم وانت عارف ان في شغلنا ما فيش حد بيفضفض للتاني. انا متهيألي ان انا كنت واضح جدا في التليفون. انت ما كنتش واضح خالص. انا مش حابني مواعيد وحسابات على تلميحات من حضرتك. ماشي يا سيدي، يبقى هي دي غلطتي. ولما انت عارف ان حضرتك غلطان بتستكبر ليه وبتقول لي انك كنت بتهزر؟ سيف انا ما كنتش معتقد انك هتزعل قوي كده. بص يا ادهم، انا لحد دلوقتي مش زعلان، انا بحاول اعدل الدفه عشان عندي مصيبه اكبر منك ومن 10 زيك. سيف انت ما تعرفش 10 زيي. ادهم، في ديناصورات في الشغلانه دي انت لا يمكن تعرفهم ولا تتخيلهم. من الاخر كده قدامي حل من اتنين، يا البضاعه دي بالذات تروح لهم، يا اما انا اتحط على البلاك ليست. ده مش هيحصل، عشان كده حضرتك اللي هتتصرف. بكره على 10 بالليل هيوصلك تليفون يتحدد فيه المكان والزمان. لو ده ما حصلش هنفذ اللي في دماغي، مش همشي قبل ما انفذ اللي في دماغي. سيف من فضلك جدد اقامتك عشان ما فيش حاجه هتحصل بكره الساعه 10 بالليل. والكائنات اللي انت بتتكلم عنها دي ديناصورات وحيتان، في ناس تانية ممكن تبقى شايفاهم قطط بيلعبوا معاهم. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل ايمن بيه. بقول لك يا صاوي، امرنا يا باشا. في حد جوه عند بلال بيه؟ لا يا باشا مستنيك. طب عملتوا ايه في تحريات قضيه الرباب الاخيره؟ شغالين فيها يا باشا، بس الموضوع شكله متعرض قوي، والعيال اللي لعبوها معاها شكلهم قابضين حلو والموضوع متغطي كويس. تاني بتعطيه بالشارع جه؟ عند بلال بيه. طب كويس، تسلم يا صاوي. امرنا يا باشا. يا باشا كله تحت السيطره، انا تحت امر معالي. ماشي يا باشا، سلام يا باشا. صباح الخير يا بلال. صباح الفل يا ايمن بيه. اتفضل اتفضل، ارتاح يا باشا. اوعى اكون معطلك يا باشا، ده احنا نفضلك. ربنا يخليك. خير يا باشا. موضوع الرباب وصل لفين؟ التحريات لسه شغاله، احنا مش سايبين حاجه يا باشا، بس تقرير الطب الشرعي وصل النهارده الصبح. انا صاوي قال لي الكلام ده وانا داخل. ايه اخبار التقرير؟ بص بنفسك. تحت تأثير مخدر. استغفر الله العظيم. شكرا يا بلال، انا تحت في النبطشيه. اي جديد هبلغك يا باشا. السلام عليكم. سلام يا باشا.